تعالي بقى نروح للي هيحصل كمان كام يوم، يعني على اخر الشهر ده، اخر يناير ان شاء الله، يعني مصر هتنظم كاس العالم للرمايه. احنا عندنا اخر الشهر ده كاس عالم الرمايه، كاس وحاجه عالم كمان للجمباز، الجمباز. صحيح، وكاس تحدي للخماسي الحديث. كل حلو. ده تعالي نقف بقى عند واحده واحده منهم. كل ده في الكام تعالي يوم نبتدي الجايين. بالرمايه مبدئيا. الرمايه الحقيقه، الرمايه بقوا بيبدعوا في تنظيم بطولات العالم وكاس العالم. يعني احنا على طول، احنا ما فيش كل شهرين ثلاثه بنلاقي عندنا بننظم كاس عالم الرمايه، لان هي لعبه فيها برضو كذا كذا ايفنت مختلف. فاحنا بننظم، يعني كل كاس عالم بيتعمل في ايفنت واحد، فالبطولات كتير قوي. فده ادانا فرصه ان احنا ننظم عدد كبير من البطولات. الاتحاد الدولي طبعا بيرحب بتنظيم مصر، لان خلينا برضو نقف عند حته مهمه قوي. ميدان الرمايه اللي اتعمل في العاصمه الاداريه حاجه رائعه، كويس، وميدان رماية دائم، يعني مش كويس أوي. بيشيلوا ويحطوا. يعني طبعا، كنا طبعا. زمان ما كانش عندنا الميدان جاهز، فكان الاتحاد فك الميدان، خلاص خلصنا البطولة. بالظبط كده، بيخلص البطولة فك طبعا الميدان ويرجع طبعا على الاتحاد. طبعا طبعا ده، طبعا فكرة ان يبقى في ميدان رماية في العاصمة الإدارية جاهز على طول، حتى هم بيتدربوا فيه، طبعا يعني بعد البطولة ما بتخلص التدريبات شغالة فيه على طول. فده يعني الحقيقة فعلا البنية التحتية في مصر اختلفت تماما في الكام سنة اللي صحيح. فاتوا. احنا يعني تقريبا ما فيش اسبوع يا استاذ دعاء ما بنتكلمش فيه عن استضافة بطولة، حسن تنظيم واستضافه مصر لبطوله عالميه في الرياضه صحيح، الفلانيه او العلانيه، وكل بيشيد. وبعدين مش احنا اللي بنشكر في نفسنا، يعني اللي شاركوا وسافروا ورجعوا بالسلامه هم اللي اشادوا، هم اللي يعني عكسوا تجربتهم الايجابيه اثناء تواجدهم في مصر في الفتره دي، فحاجه صحيح. عظيمه هما جدا. حاجتين كمان الحقيقة، يعني غير البنية التحتية، فيعني الحمد لله ان احنا الجو عندنا في الفترة دي، احنا يعني احنا لسه بنقدر نلبس صيفي لغاية دلوقتي. الدول التانية خلاص انت تلج ما تقدرش تعمل طبعا اي حاجة في مكان مفتوح، صحيح، لكن احنا قادرين ننظم بطولات. دي طبعا حاجة، حتى الرياضات الشاطئية كمان عاملة صحيح شغل عندنا. صحيح صحيح، بالظبط كده. عندنا بطولة كمان بداية الشهر الجاي في شرم الشيخ. لا يعني الحياة في مصر مختلفة شوية، مسهلة الحاجات دي كويس قوي. طيب اتكلمنا عن الرماية، تعالي بقى نتكلم شوية عن الجمباز. الجمباز ده كاس العالم طبعا الحقيقه. الجمباز برضو احنا خدنا تنظيم البطوله دي لمده 4 سنين، يعني احنا كل سنه بننظم كاس العالم ده في نفس جميل، التوقيت. دي طبعا ثقه بتبقى من الاتحاد الدولي في التنظيم بتاع مصر، اكيد بتبقى فرصه مفيهاش طبعا. مساحه لاي مجاملات الحاجات لا دي، لا لا بتهيألي خالص، واحد زائد واحد لا يساوي طبعا اتنين. لا طبعا لا طبعا لا هي احنا فعلا عندنا كوادر كمان اداريه دلوقتي لاداره البطولات بقت عاليه جدا، يعني ما كانش موجود الكلام ده زمان. احنا زمان كنا عشان ننظم بطولة بنعمل الموضوع صعب جدا، لكن دلوقتي خلاص بقى، وفي من كتر ما بننظم بطولات فخلاص عارفين السيستم وعارفين كل حاجة تتعمل ازاي، كويس أوي. حاجات محفوظة، يعني زي ما بنقول كده الخريطة بتاعت أيوة، الشغل بتاعتهم محفوظة ومعروفة، ما فيش غلطات. يعني لو في غلطات هتبقى حاجات بسيطة جدا. كويس أوي. البطولة إن شاء الله هتبقى فرصة كويسة لأبطالنا، يا رب بإذن الله يبقى عندنا نتائج كويسة احنا كمان عموما في الجمباز وميداليات. واصلين لفين؟ يعني لما نقارن نفسنا بالغير احنا فين بقى؟ احنا الحقيقة الكام سنة اللي فاتت بدأنا نتحرك شوية. الجمباز لعبة صعبة جدا تحقيق ميدالية عالمية، ميدالية أولمبية في الجمباز دي حاجة حلم، يعني مش حاجة سهلة يعني. لكن الكام سنة اللي فاتت ابتدى يبقى عندنا في الناشئين، يعني احنا جبنا ميدالية في بطولة العالم للناشئين، كان يحيى زكريا لاعب صغير لسه، دي أول مرة تحصل في التاريخ. كويس، يعني دي تنديعة دي وبشرة آه خير. آه صحيح طبعا، دي أول مرة تحصل في التاريخ يعني. فابتدينا نتحرك، بدأنا نجيب ميداليات في كأس العالم مرة كده مرة كده، يعني في نتائج، بس طبعا مش بشكل لسه دائم، ولسه بقى ما وصلناش لبطولات العالم الكبار. ربنا يصلح الحال. يا رب. ايه ده بقى الحاجة الثالثة اللي قلنا ان مصر هتنظمها؟ الخماسي بقى طبعا. ايوه حبايبنا دول. طبعا، برضو عاملين شغل حلو الحقيقة. طبعا طبعا، لا لا الحقيقة الخماسي، يعني انا بشوف ان الخماسي والسلاح طبعا لعبتين محققين انجازات يعني غير طبيعية، صحيح، يعني فعلا يعني ما فيش بطولة بيروحوها غير لما بيبقى في حد بيعلق ميدالية فيها. وإن شاء الله ده يحصل المرة دي بإذن اكيد الله. طبعا، لا ده ما فيهاش هزار.